دابا راه كيفاش شنو سميتك شنو الكنيه ديالك؟ الكنيه ديالي رضا وزكاز هنايا في القهوه. شنو القهوه؟ القهوه ديال الحومه ديالنا جالس من الحومه حي السعاده جالسين في القهوه حتى كيجيو السلطه كيدخلوا علينا كيدخلوا علينا داوني ما عندي كلكت كميم انا ما كان كميم والو ما عندي لا حشيش لا والو من كما كيلقاو لا اللي كيبيع على حشيش لا والو كيدخلوا لداخل كيبقاو يدوا في عباد الله هذا المنطقه ديال الويزيان ديال عبد السلام هما صافي داوني قال لك ما عندي لا جوانات لا والو قال لك مكيف مخدر تخدير داوني بتس قال لك واش سامير اللي كيبيع ولا دريس الطواش قلت لهم انا راه حتى واحد ما كيبيع ما كاين اللي كيبيع لا حتى واحد ما عندي لا حشيش لا والو يا هذيك صافي عمرو لي قال لك دخلت بات الصباح جات بصمت ما كاين والو هادشي اللي كان كفالك ولا بد راك عارف احنا كاع مرضنا بوجهنا شو هذيك الحساسيه وهذيك الشيء ديال هذيك الشيء راه ان شاء الله غير المرض الوسخ تمايا ولاد عائله حنا كنسالي خدمتنا كنجيو للقوائم جلسوا حنايا واش ما بينا لا بين مشاكل لا بين والو ما انت كتشوف هما كيبغيو يديروا لنا هذا شي سيمانه دابا. السلام عليكم السيد انا كنعمل في المقهى فؤاد فؤاد البزاري انا كنعمل في المقهى انا كان النهار اللي كنجاز الدوريه لهنايا مع هاد الكوميساريه ديالنا السعاده تم القبض عليا انا وصاحب المقهى وواحد الخدام معانا هنايا كيشطب لنا ويعاوننا داوني سيدي ديك الساعه كنداو واحد المحجز عندي داخل المقهى قالوا لي دمن كان مولاها هذيك الساعه مقبوط معايا جمال الطواش ومن بعد جاوا عندي المقهى عاوتاني خرجوني من المقهى وانا كنعمل هنايا كانوا اقتحموا هذا المحل هذا اللي راقبانتك وجبدوا منه واحد الماكينه خاسره وقالوا لنا بان هذا السيد هذه ديالك كتنتمي لدريس الطواش اللي مازال هنايا حنا قلنا لهم سيدي دريس الطواش ما عندوش الصله بهذا الشيء هذا كنعمل انا مع جمال راه مسجون سيدي راه الاشاره ديالكم بقاو كيقولوا لنا قولوا لي ادريس قولوا ادريس حنا سيدي ما ادريس ما كاينش في هذا الشيء هذا زعما قولوا لي ادريس من هو اللي كيبيع ادريس هو اللي كاين هنايا مكلف دابا سيدي السيد انا تقبضت مع مع جامعه على ود هذا المشكل هذا وراني مازال غير صراحة مؤقت دابا حاليا انا وكيبغيو يطالبوني باش نقول هذا السيد هذا باش هو يوقع له المشكل يعني ما لقاو عندكم حتى شي حاجه ما كيلقاو عندنا والو دابا باش علاش انا هنايا موجود على برا ما كيلقاو عندي والو داخل المقهى انا كنخدم على راسي خدام على الوالده ديالي مجوج عندي وليداتي كيبغيو يتقلدوا بينا يديروا بينا هذا الشيء هذا تمام سيدي انا خدام هنايا في هذه القهوه هذه الاسم ديالك الاسم ديالي عبد العزيز بلالي كنسكن هنايا في الحومه معروف مخزن ساعه ساعه كنا كنا جالسين ما علينا ما بينا ساعه ساعه كيجيو مخزن تيدي القهوه كامله تيدينا ما عندهم حتى حاجه شريف سميتو عبد السلام خدام عبد السلام من القيف تيجي تيدي الحومه كامله من هنايا بحال اللي ما عرفش شنو عندهم تي عاوتاني تيطلقهم عاوتاني تيدوز عاوتاني شي جوج ساعات عاوتاني يجي يدي عاوتاني القهوه كامله ودي الناس تخلعات ما بقينا نصوروا حتى درهم في القهوه كما تشوف القهوه هي خاويه واش نقول لك راه كلشي باين وكلشي راه تيعرفوه الناس هاد الناس هادو تيتقبصوا علينا وتيجيو تيتقبل لهم غير القهوه هادي وهاد القهوه هادي ما عمرهم ما لقاو فيها شي حاجه كيدوكم شنو تيقول لكم؟ اش كيقول لك قول دريس؟ ملي تيدي ولا تيقولوا لك قولوا دريس الطواج وكذا مال دريس الطواج؟ ما عندهم ما عندهم معاه شي حاجه شي علاقه هما ما نعرفش شنو بيناتهم تيجيو القهوه ديالو باش تينتقموا منه ولا شي حاجه وحنا تنتحملوا المسؤوليه ديال داك الشيء. كيقول لكم حطوا عليه فلان ولا؟ نعم اسيدي كيقول لكم حطوا عليه فلانات راه تيحطوا عليه فلان اصلا بلا ما تيقولوا لنا تيحطوا عليه فلانات وتيبقاو يسنيو عباد الله بلا ما يعرفوا راكم تتعرفوا هذا الشيء هذا وحنا اخويا حنا الهدف ديالنا تنجيو نصوروا قريب الخبز وصافي باش ما ناكلو ما نكميو داك الشيء هذا الناس هادو تيبغيو يخليونا نضرب الزناقي وعاد عاوتاني ولا ما عرفتش علاش باش تيقلبوا حنا تنضرو الهره ديال البريك هاد راني نصوروا كاع ثنائي ما نصوروا حتى حاجه مفاجأة لبعض الأمور.
ها بالنسبة أنا أخويا اسم الناسب اسم الناسب كيفاش وقع المشكل؟ أنا سميت إدريس الطواش وعندي أسبقيات كانت أسبقيات قديمة وكنت تحت ديك الشبكة ديال الشابات وديك الناس وديك الناس اللي عندها النفوذ وأخويا دابا شغا نقول لك دابا جا واحد سميتو عبد السلام القيم كان كيشد من عندنا شويه ديال الصرف كنا كنديرين هنايا الرياشه في القهوه كان كياكل منا هو والناس ديالو وفاش حيدنا هاد الرياشات وفاش هاد الشيء هذا ما بقاش تصور لنا القهوه ولاو كيدخلوا عليها كيجي كيديو اي واحد هادي ولا كيجي كيبغي ينتقم منا دابا كيمشي كيدير الدوريه غير على حساب دريس الطواش وجمال الطواش والعائله ديال الطواش كيقبطهم كي اللي قبطوا اللي قبط واخا كيقبط بنادم ما عندوش الجوال كيدير له بالله بالتخدير وديك التخدير كيصيفطو للمحكمة عن طريق المحكمة باش يحط البلان لدريس الطواش ولا جمال الطواش وانا كنطلب سيدنا هكا ينصفنا وهاد السيد هذا راه حقار بزاف حقر على عباد الله كاملة وهاد السيد هذا راه كيلعب بالقانون وهاد السيد هذا راه المهم راه حكنا على الدبرة بزاف ونعم اسيدي شنو غنقول لك انت كتشوف حتى شي واحد ما كاين في القهوة هاد القهوة كتاكل منها عائلة وكتاكل منها عائلة ماشي عائلة وهاد السيد هذا فين ما قبط كيجي لعنا على حقاش ما بقاش كياخذ الفلوس وديك الكوميسير ديالو معروف دايرو تا هو في الصباط ديالو هذا ديال الويتيام واللي جا كيقول له نعم اسيدي دابا هما مقبوطين عباد الله كيقول لهم قولوا الطواش اي حاجة وقعت الطواش وانا كنبرأ راسي الا وقعت لي شي حاجة راه كيتحمل المسؤولية ديالي هذا عبد السلام القيم وهذا عبد السلام القيم راه جا عاد ياخذ الصباط هو ومرتو ومختو من عند مول الصباط راه هو كاين هنايا هو العام سيدي على ما يحل راه هو راه كاين هنايا وكيجي كياخذ الحرشه والملاوي وداك الشيء بالابتزاز كيبتزهم وهاد الناس هادو عاوتاني راهم دايرين الشكايات ديالهم وهاد السيد هذا راه ماشي العام سيدي هذا ماشي امن هذا ماشي امن وطني هذا راه امن ارهابي هاد السيد هذا غير اللي شافو راه كتموت له يد ورجل كيقبط بنادم المهم بقى كي